النادي الاهلي الكبار كابتننا الكبير والجميل كابتن هادي خشبه، واخد رايه في لقاء النهارده الحقيقه. كابتن هادي تحياتي لحضرتك كابتن. اهلا بيك كابتن فاروق، ازيك ابو تحياتي ليك الكباتن، والساده ربنا المشاهدين. اهلا بيك كابتن شرفنا فاروق. دايما يا كابتن والله. الله يخليك كابتن فاروق. طيب اخد رايك في المباراه ويعني اللي طلع منه الاهلي النهارده من مكاسب الحقيقه في ماتش زي النهارده كابتن. هو الحمد لله طبعا مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وادارته ولاعيبته، يعني الحقيقه النادي الاهلي مكمل السلسله بتاعته بتاعت الانتصارات من بدايه من الماتش اللي فات طبعا. والحقيقه البدايه الافريقيه دايما محتاج النادي الاهلي يكون قوي فيها، لان البدايه الافريقيه دي بتدي انطباع ان الفريق داخل على تحدي كبير، تحدي في افريقيا. واضح ان اللعيبه النهارده الحمد لله ادوا اداء كويس، في لعيبه يعني تالقت، حسين الشحات الحقيقه باحراز الهدفين عايز يدي رساله ان انا يعني مش عايز اقعد على الدكه. عايز يدي رساله ان رضا سليم لعيب كويس، امام عاشور لعيب كويس، وبيرسي تاو لعيبه كويسه، بس مش هم الاساسيين. صحيح. انا اساسي زيهم. فده طبعا يعني وجود اثنين لعيبه مميزين زي رضا وزي امام عاشور بيدي تنافسيه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي. وده اللي ظهر النهارده مع حسين الشحاتي. حقيقي. طيب كابتن النهارده وانا بكلمك فرصه النادي الاهلي في اشراك بعض اللاعبين، يعني بنشوف كريستو النهارده احمد عبد القادر بتواجده ونزوله في الشوط الثاني بيحرز هدف. فكره ان انت عندك سيزون طويل جدا يا كابتن هادي، وبالتالي محتاج كل اللعيبه تديهم الثقه، فهل النهارده كان في فرصه او الفرصه النهارده كانت متاحه لكولر ان هو يشارك اللعيبه ويديهم الحته دي؟ لانك مع الوقت انت عايز كله يبقى في مستوى واحد يا كابتن هادي. اكيد اكيد طبعا يا كابتن فاروق. هو كولر الحقيقه مدرب رائع ومميز، وبيعرف يستفاد من الدكه بتاعته كويس، وبيعرف يخلي اللعيبه اللي قاعد على الدكه يبقى برضه في مود المباراه. يعني النهارده احمد عبد القادر لما ينزل ويحرز هدف ويتالق ده حاجه برضه كويسه. وفي نفس الوقت الماتش اللي فات لما ينزل برضه بعض اللعيبه اللي نزلت واحرزت اهداف وحاجات زي كده، طبعا دي حاجه جيده يعني. طبعا. تمام. فكره ان هو يدخل اللعيبه كلها بدل ما هم يدخلوا يبقوا زعلانين ان في لعيبه جت جديده للنادي الاهلي، بدل ما يبقوا زعلانين بالعكس ده يبقوا مبسوطين ان الفرقه بتاعتهم بقت قويه. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فاروق، الموسم طويل وكله هياخد الفرصه بتاعته، سواء بقى من بدايه المباراه او من اثناء المباراه، فبالتالي هيبقى في قدر من التنافس عالي جدا، وده اللي هيعود بالمكسب الحقيقي لفريق النادي الاهلي. كابتن هادي خليني اسالك سؤال، واحنا يمكن عشان اتمرنا مثلا انا وحضرتك مع مدربين ممكن كانوا بيفضلوا معانا سنه ثم سنه اخرى او 30 على حسب، وفي كل سنه كان بيبقى سيستمنا هو يعني عندنا شكل ثابت، لكن في تحركات بتبقى جديده، في سيستم بيختلف شويه. هل كولر يعني السنه دي في بعض التحركات في بعض الامور الفنيه والخططيه اختلف عن السنه اللي فاتت؟ لان اكيد طبعا الفرق اللي قدامك برضو بتبتدي تشوف الشكل وبتحفظ اداء اللعيبه من وجهه هو نظر. طبعا يعني كولر يعني من مدرسه ان هو يعني يبتدي يستفاد بكل العناصر القويه اللي عنده. يمكن السنه اللي فاتت ما كانش عنده نفس القدر من المواهب اللي موجوده السنه دي، وفي نفس الوقت ما عندوش ثقه اللعيبه اللي كانت موجوده، يعني الثقه عليت عن السنه اللي فاتت. كمان يعني تلاقي مثلا بيرستاو في نهايه السنه كان ممتاز. صحيح. وبدا السنه برده كان هايل، فابتدى اللعيبه تاخد ثقه معاه، تعرف افكاره ايه، يبتدي اللعيبه تتاقلم على بعض بشكل كويس. دخول امام عاشور ورضا سليم في الوقت ده انا شايف دخول مفيد جدا، رغم النادي الاهلي واخد 5 بطولات. يعني الناس بتسال طب انا اجيب ليه صفقات جديده؟ النادي الاهلي دايما بيجيب صفقات جديده وبيعزز قدراته الفنيه بسبب موضوع التنافس. يبقى هيخلي كل اللعيبه، ما فيش لعيب يركن يقول انا خلاص انا كده انا الاساسي انا اللي موجود، فبيحصل هبوط في المستوى. فده الشيء اللي انا شايفه مع كولر، بيأدي بشكل كويس، بيخلي مدي اللعيبه وضعها هادي جدا في الملعب، مش متوتر، بيعرف يدير المباراه. خلي بالك المدرب الهادي ده طبعا بيعرف يفكر. صحيح. المدرب اللي بيزعق كتير وبيتعصب وبيتخانق مع الحكام وبتاع ده تفكيره بيقل شويه نتيجه الضغوط اللي عليه. طيب انا هاخد من كلامك كابتن هادي